السلام عليكم. صدق كيان حلال حينما قال: إخفاقات رياضية في جميع الميادين وسببها العشوائية وسوء التسيير، هنيئا لمن مات ولم ير حال الكاكا. فلا العقل ولا المنطق يتقبل ما حدث يوم أمس في الملعب البلدي بالقنيطرة، هي كارثة وفاجعة بكل المقاييس. التاسع يوليوس سيظل تاريخا أسود في تاريخ الكرة الوطنية، كيف لا وأحد أعمدة المستديرة في المغرب يعاني الأمرين، بل يحتضر إذ عصف به الزمان لجحيم ظلمات الهوات. حديثي هنا عن النادي القنيطري العريق الذي بات اليوم غريق، والسبب أن الفريق راح ضحية شردمات ومفسدين لا يفقهون أي شيء في كرة القدم، يلهتون خلف مصالحهم الشخصية فقط لا أقل ولا أكثر. فعندما يبكي الرجال فاعلم أن ثقلهم فاق ثقل الجبال. فما عسانا إلا أن نقول لعشاق هذا الكيان: أعظم الله أجركم، ولا بارك الله في كل من كان السبب في الحالة الكارثية التي وصل إليها فريقكم. أين لنا بأيام البوسات وحمامة وشيب وانقلة؟ يا حسرته ويا أسف على حال الكاك في زماننا هذا، إذ أصبح من هب ودب يحمل ذاك القميص دون تقديم أي إضافة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة. خالد بادو، أخبار الفجر المغربية، التشيرة.